بارح الخير اخذنا لاسطنبول فقنا عشان سبحنا مدقدقين فقنا الصباح فطرنا فقنا مع ديك العشرة هاد الفطور كيسالي مع العشرة ونصف فطرنا ومن بعد رجعنا طلعنا باش نحاولوا نعسوا شويه وصراحه ما داناش النعاس. المهم هادي تقريبا 12 ونص لوحده كي خصنا نخرجوا لباس السفر مونطو ديالي المشهور الجميل جدا ودابا كنحاولوا نقلبوا الى بينا نلقاو شي اوفر ولا شي حاجه باش نمشيو حيت سينو غادي خصنا نشدو الطوبيس من هنايا من ايمينونو حتى لتقسيم وتقسيم نشدو الكار تاع المطار واسهل حاجه هي اننا نشدو شي طوموبيل بحال اندرايف توتفا بحال اندرايف بحال اندرايف كياخذوها ب 30 دولار اللي هي تقريبا 6000 ريال الواحد. صراحه مزيان حيت جيتي تحسبها تقريبا هي هذيك باش غادي تشدو جوج ترونسبورات ولكن صيفطت لجوج وباقي حتى واحد فيهم ما جاوبني. المهم هانتوما معنا حتى تعرفوا شنو السوق المصري. لا قهوة المهم قضية الصراحة عامرة وزينة وكاين بزاف ما يتشرى. تبارك الله الأذان عندهم زوين نهار جينا ما قدينا ديما تنكونو خارجين كنتغداو وما لقيناش القطار كاع باش نصليو لكن دابا بما أنه سالينا غاديين نشريو وندوزو لوطيل غندخلو نصلي فيه واحد جوج ركعات نديرو الباروك نكملو الطريق. يلا صليت الصلاة متسنيتهمش تصليت معاهم الجماعة حيت خاصني نمشي دابا صافي درنا البركة وهادشي لي كاين. فاطمة كتسناني نمشيو دابا نشريو داكشي لي بقى نشوف حنا حنا هاد المول الحلوة باش ناخدو هادي هاد اتاي ديال الشا فاطمه فليو الورد ما حطات القضيه في اي بلاصه مشيتي تقضيتي شي حاجه كيعطيوك قيوه ولا كيعطيوك ياك كيضيفوك اتاي كيضيفوك الصراحه واخا هكا يقدر يزيدوا عليك الثمن ولكن غادي يضيفوك. المهم ها هو ام بلانين هادي كيقاد الاخرين ديال فاطمه ايوا هي ايمينو نو انا خرجت نجيب الغيره كيقادو الشانتيني كيزيدو السعود وراه هو غالاتا تاور هنا كاين عندنا لوطيل واسمي كيما حال هادشي اللي كاين دابا صافي اصلا حنا زايدين في الكيلويات بقات لي ديك البقلاوه هي اللي بغيت ناخذها لا باقي ما خلصتش هادو تنصحكم الا جيتو بلا ما تشريوهم فيهم ميتكا. المهم انا شخصيا ما عجبونيش هما هادو ما هادو ما زوينينش هادو هما اللي خدينا حنا زوينين. يلا خليني نمشي نخلص السيد هنا هنايا فاطمه بتاخذ هادي انا خديتهم البارح ب 35 لقيناهم هنايا ب 25 ما قلت لكمش انا عطوني هذاك ديال الرمان وفاطمه عندها هذا ديال فليو صراحه زوين بزاف ما عرفتش كيفاش كيقادتوه ما كرهتش نشري دوك العشوه والله الا زوينين وكيسخنوا مع هاد البرد حنا ناكلو وحده هاد المحل هاش ناخذو دونر ديما كنسمعوا ولاد خالي لي في الخارج شي حاجه دونا دونا حنا اللي نجربوها ما صاوبش دونا كنا خدينا من عندو بقلاوه طات مرانا وكريمه صراحه كيديرها زوينه وعندو بزاف الشكل. I think قالك شحال من بيس؟ 250 غرام فود. اوكي. ميكست سمول بيسز. كم اون. باك. سم. ذيس بيج. ولا باك. اوكي. ذيس از ذا بيج. ذيس از بيج. يا. ذيس سمول. اوكي. ميكس يا هما اللي يدير بيا اوكي
صراحة بران مزيان اللهم هكا ولا نتكرفصوا في الطوبيسات وداكشي ابلا هادي هادي بقاك نصورك يا لوضي نسبقك نتسناك عرفتي تقولي لي جاك الجوع في المطار ما عقلتش عليك هادي ابلا هادي سالو ابلا لا اركاداش اركاداش اوكي باي 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 ثانك يو ان شاء الله ان شاء الله ثانك يو سو ماتش فاطمه ركبت اوكي سلام باي 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 تشكر دير صافي يلا باي 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 حسن حيت اصلا المسافه ما بين لوطيل والمطار بعيده بزاف تقريبا راه شي ساعتين ديال الطريق ساعه ونص بحال ما هكاك وفاش الا جينا كنا غنمشيو في الطوبيس ما عندناش غير ركبه وحده كنا غنركبو شي ثلاثه الركبات باش نوصلوا للمطار فاش بونس كو هكا حسن عجبتني الصراحة ان شاء الله نصيحة اللي نقول لكم ماشي حاجة سي حنا تقلبنا بزاف فسميتو في الحوايج ما كانش علينا نجيبوهم معنا كان علينا نجيو حتى لهنا ونشريو حيت الحوايج الكواليتي ديالهم زوينة ولي بخي مزيانين ما غنوصلو حتى لستة وصلنا مع ربعة الصراحة دغيا وصلنا ساعة الا ربع وصلنا ماشي بحال فاش كنا جايين الكار دار بينا ساعتين ايوا هادشي اللي كاين دابا عندنا خمسة السوايع عاد طلع الطيارة عاد توصل تسعود معرفتش فين غندوزوها وعيانة انا الصراحة فيها الناس حاولت الناس في الطوموبيل ولكن ما قديتش الناس يلا المهم نقبط على كريمة باي باي دابا كنخلصو المهم حنا دخلنا المطار حنا كنشوفو فينا بلاصة غادي نديرو تشيك ان سي ثلاثة ما يمكنش تكون مقيد تما هنا هي السي راهي راهي لهنا يلا شادين الصف باش ندفعو الشوانت كاين زحام بزاف واش اللي كاين المهم ندفع الشوانت ونعاود نهضر معاكم شي شوية المهم الحمد لله الشنطة ديالي 19 الحمد لله دابا غنشوف هاد الفتيات الاخرين to the next place yay رجعنا مهم دابا حنا في المطار وصلنا كما قلت لكم قبيله صراحه ما تعذبناش في الطريق ودفعنا الباكاج ديالنا كانت زايدانا 3 كيلو ماشي بزاف الحمد لله ما قالنا عليها حتى شي حاجه ودابا غادي نمشيو ندخلوا نشوفوا بعدا واش المهم دابا دفعنا الباكاج دابا حنا حرين دابا شحال هذيك الساعه المهم راه باقي عندنا الوقت
داكشي اللي كاين. المهم البلاصه ما غاديش نقولها لكم، غنخليها لكم مفاجاه كما قلتكم بها حتى الفيديو الاخر. علينا واحد الحاجه خايبه ضروب فاطمه وضرات الباسبور ديالها، ما عرفتش دخلنا كنشوفوا الروائح وصافي سولتها كريمة قالت لها فين هو الباسبور ديالك، وما لقيناش. قلبنا ما لقينا حتى شي حاجه. في الاخر رجعنا عند البوليس، هما اللي سولناهم بقاو تما تيقلبوا. ما عرفتش شنو غادي نديروا دابا الصراحه. وجاب الله جينا بكري باش يعني حتى لو وقع شي مشكل يكون باقي الوقت يمكن يتحل. واخيرا لقاتو راهي كتهضر مع البوليس، عرفتي تدخل علينا بزاف. تنقلبوا على شي بلاصه نجلسوا فيها الى عقلتو، واخا كنعقل كنت جلس انا وامين الفوق في ديك القهوه. غنطلع نحاول نطلع نصور من الفوق ونقارنوا واش تبدل شي حاجه ولا لا. حاجه كريمه طب بالصحه بالصحه البيره بالصحه البيره بالله بالله تعال بالي هاني 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 ماشي مشكل ماشي مشكل. هاد اليوديت انا راه بريئه منهم، انا راه قلت لهم ما تشريوش ستاربكس، ولكن هاد اليوديت كبيره قالت لك هاد كبيرة كبيرة ضربة البرة ودابا واخدة ستاربكس. انا راه ما خديتش انت واحد جوج لا 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 هذا ديجا كان هذا ديجا كان ماشي كان شوف شكون هي سميتو على هذه سميتي انا على هذه سميتنا. المهم هذه سميتنا صافي 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 صافي. المهم انا راه انا راه كندعم في الاصلاح هكا محطوط عمر. المهم حنا كنتسناو تحل الكيت ونمشيو. صحاب لينا دايرين انك زعما الا بغيتي تنعس حتى حنا جايين زعما بلا نعسو ولا نلقاو حنا بلي عز شي بفلوس ماشي فابور. شحال شحال قالك 12 الاورو شتي كي دايرين هاد لي كابين باش تنعس غير حاجة فابور. يلا اختي نعس انا في الارض نوضي يلا كيت تحلات. دابا حنايا غاديين هما جايين هنايا مكتوب لكم سميات ديال البلدان. اي 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 وحده فيهم هي غادي يمشيو لها دروك. يلا قلعوا هنا وحده هنا وحده كنظن هي اللي غادي لها دابا. حنا غاديين واخيرا جلسنا وصلنا. عرفتي شحال كبر المطار فوق ولتحت؟ عرفتي شحال فينا غاديين؟ وهذا بالنسبة لهم هو أصغر مطار عندهم. ليك كريمة كبير المطار كبير قال لك هو الصغر، إذا تخيلي الكبير اللي داروه جديد قداش بيكون؟ المطار ديالنا حنا ماشي دار المطار ديالنا حنا أكبر مطار عندنا صغر من هذا ياك؟ تاع كازا هو اللي أكبر مطار عندنا حنا في المغرب ياك؟ هادشي اللي كاين عيانة بزاف يا ربي الناس في الطياره يا ربي الناس صراحه هي انا بزاف يا ربي. المطار تيوقف فيه بزاف الناس اللي تيبغيو يديروا العمره يعني تيجيو حاب من هنايا هذيك جا عامره بنت بحال هكا بزاف كيديروا الاسكال و تيخلع الله بزاف كيديروا الاسكال هنايا. دابا راه كاين في الطوبيس البنتين الطياره كريمه تراو بلا شي تخربيقات وشي فتنه ما حلوش لك بكري تيك توك شي كريم شي كريم شي كريم اخيرا بسبب مشى التيك توك والو مرتبه المطرجم انا ما خدوش معاهم في المطار ترجمه شي واحد في المطار مترجم انا عندي اللغات صافي دابا غنطلع الطياره وديك الساعه غادي نكمل. هاي الطياره كريمه اللي صوريني واش يصوروني؟ لا صورت عفاك عفاك اهم لحظه اهم لقطه ما تصورينيش حتي راه يلا كدير امر فاطمة هو كتصور الناس هيا طلعت من ورايا طلعت ماشي هي هادي المهم انا هي اخر وحدة كطلع طيارة تقوم الطيارة صفر ما في الوطن وصلنا شوفوا على المناظر
يحفظ يحفظ. المهم المطار ديالنا ها هو شنو الشنطات المرحله الثانيه وتعجل الساعه وحنا كنتسناو الصلاه والسلام على رسول الله. دابا خرجنا من المطار كنجي الى ديمتر لقينا الله مع ناس مزيانين هاد السيد تعاوننا معاه في المطار ترجمت ليه ما كانش كيعرف الانجلي وصافي مسكين دابا وقف معنا حتى خدا لينا طاكسي رخيص ب 80 ريال المهم تقريبا شي 4000 ريال شي حاجه. ايوا هادي اول مرحله ودابا غنمشيو للبلاصه اللي غنزلو فيها دابا طاكسي اولا اوبر اللي اختينا المهم صراحه كيبان مزيان. هاد البلاصه هي فين خدينا الشقه او الاستوديو اللي غادي نجلسوا فيه هنايا. ايوا يلا ندخلوا نشوفوا حنا وصلنا حنا داخلين. المهم هادي هي الاقامه المهم حتى اوكي سيري هذا هو المكان البوليس كيف هذا نعم وياه المفاجاه سندرات لوطو طوالات شوفي هنا فين غنصور فيديو لليوتيوب غادي مشتريات نستفهم اوكي جود 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 بيوتيفول بيوتيفول. ايوا اعتقد هذه هي النهايه ديال هذا النهار غدا ان شاء الله نتلاقاو في نهار اخر كما شفتوا اليوم داز غير في الطياره هادشي اللي كاين يمين فقنا خرجنا تقدينا والمطار والطياره والطريق هادي دابا راه 3 الليل عرفتي عيني بزاف ما نعس حتى شي حاجه ما نعس حتى شي حاجه الحمد لله بعدا كاين فراش زوين اللي غادي نعسو فيه. ايوا هذا مكان مسخيت بكمش ونتلاقاو غدا ان شاء الله في يوم جديد. ما عرفش واش عرفتوا فين كاينين حنا ولا لا ولكن غدا غادي تعرفوا anyway. يلا باي اول مره كنوداكم في شي فيديو اول مره يلا باي.